مرحبا بكم أعزائي الطلبة في الحلقة الأولى من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 1 Lesson 1 اليونت الأول الدرس الأول. مثل ما تعودتوا بالمراحل السابقة إنه إحنا نستعرض أول شيء كتاب الطالب، نستخلص المعلومات الجديدة من عنده، الكلمات الجديدة المفروض نحفظها، إذا أكو معلومة مهمة من الممكن نتيجينا بالامتحان نأشرها، نعرف شلون تجينا بالامتحان، شلون نقدر نجاوب عنها، شنو الشغلات المطلوبة من عندنا نحفظها من كتاب الطالب، ومن ثم إذا أكو موضوع قواعدي أو أكو فت ملاحظة مهمة من الممكن أن نشرحها على حدة، ومن ثم ننتقل لكتاب النشاط، نتطرق للتمارين اللي منطين إياها كتاب النشاط، سواء تمارين من الممكن أن تفيدني كتحضير يومي، يسألني الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي، أو من الممكن تجيني بالامتحان التحريري أو الامتحان الوزاري. وإذا صادفت مثلا وزاريات عن الموضوع اللي شرحناه نتطرق لهذه الوزاريات ونقول مثلا هذا المثال جاءنا بال 2019 أو بال 2020 بالدور الأول أو بالدور الثاني. إذن مثل ما تعودنا بالمراحل السابقة إنه راح نشوف إنه نشرح كتاب الطالب، نستخلص الملاحظات مالته إذا أكو شيء مهم، ومن ثم نشرح موضوع إذا أكو موضوع قواعدي، ومن ثم ننتقل لكتاب النشاط، نحل الأنشطة المتعلقة بالدرس إلى آخره. راح تلاحظون انه بعض الدروس فيها مواضيع هواي، يعني مثلا درس اليوم عندنا فقط موضوع قواعدي واحد اللي هو وصف الاماكن، لكن راح تلاقينا بعض الدروس مثلا الدرس الثاني راح نشوف انه اكو ثلاث مواضيع قواعديه، فراح ناخذ كتاب الطالب، ناخذ المواضيع القواعديه، ناخذ الوزاريات مالته، ومن ثم ننتقل لكتاب النشاط. فبعض الحلقات راح تشوفوها مطوله يعني بها اكثر من موضوع قواعدي، وبعض الحلقات بعض الدروس ما بها مواضيع قواعديه هواي، مجرد أنشطة تعتبر أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. لذلك اللي أريده من عندك قلمك ودفترك وياك على مود تسجل الملاحظات اللي راح نسجلها كل درس، شنو المطلوب من عندك تحفظه، شنو المطلوب من عندك أنك تهتم له كتمرين مهم أو كملاحظة مهمة أو كمثال وزاري أو كموضوع قواعدي، تسجلهم بالدفتر، أو تقدر تشتري المنظمة على مود تختصر على نفسك الوقت لأن تلقى بها كل المواضيع أو كل الأمثلة اللي راح نشرحها بكتاب الطالب وكتاب النشاط والمواضيع القواعدية والأمثلة الوزارية للسنوات السابقة. فنبدأ بالدرس الأول Unit 1 Lesson 1 اليونت الأول الدرس الأول، عنوان الدرس At the mall. At the mall معناها في المجمع. بالبداية شي يقول لي Look at the photographs، انظر إلى الصور الفوتوغرافية. هو منطيني مجموعة من الصور، مثلا صورة المصعد، صورة السلم الكهربائي إلى آخره، صورة هؤلاء الناس اللي يقفون على شكل طابور. يقول لي look at the photographs، انظر للصور الفوتوغرافية. match the numbered items with the words in the box، طابق هذه الصور بالكلمات اللي بالصندوق. طبعا الغرض من هذا النشاط هو يريدك تعرف معاني هاي الكلمات، لذلك طلاب حاولوا تسجلون معاني هاي الكلمات وتحفظون معانيها لأنها مهمة جدا وتفيدكم، تقريبا راح تفيدكم على طول الوحدة الأولى. احنا خلي ببالكم ملاحظة انه منهج الثالث متوسط مرتبط بمنهج الرابع اعدادي والخامس اعدادي والسادس اعدادي، لذلك انت كطالب كل درس راح نشوف راح نطلع مجموعه من الكلمات اللي لازم تحفظ معانيها. هذه الكلمات لما تحفظ معانيها مو فقط تفيدك بالدرس او فقط تفيدك بالثالث متوسط، وانما تفيدك بالمراحل القادمه، لان راح تلاحظون انه بمنهج السادس اعدادي راح تواجهون صعوبه كبيره جدا اذا ما حافظ معاني هاي الكلمات، لذلك لن يعتبر عن اساسك باللغه الانجليزيه. إذا لحد الآن أنت ما حافظ معاني كلمات باللغة الإنجليزية، بلش من هذه المرحلة من هذا الدرس، أنه كل درس عندك 5-6 كلمات تحفظ معانيها، راح تسهل عليك كل شهواي أمور بالرابع والخامس وبالسادس إعدادي. فبلش وياي واحفظ الكلمات ذني، كل درس راح نطلع مجموعة من الكلمات. كلمة سينما والله معروفة ما يحتاج أترجمها. كلمة كلوك معناها ساعة جدارية. أنا أعرف أنه كلمة واتش ساعة يدوية. كلوك معناها ساعة جدارية. اسكليتر معناها سلم كهربائي. انفورميشن ديسك معناها مكتب استعلامات أو مكتب معلومات، يعني احنا نسميه الاستعلامات. الليفت هو المصعد. البلانت معناها نبتة أو نبات، هاي النباتات الظلية اللي يخلوها بالمجمع أو ما إلى ذلك. كيو هاي الكلمة تنقرأ كيو، هاي كلمة جدا جدا مهمة. كيو معناها طابور سرة من الناس واقفين. سيكوريتي جارد معناها حارس أمن. والشوب أسيستنت معناها صانع
الشخص اللي يعمل في المحل نسميه شغل اسيستنت، هذه ماخذيها بمراحل سابقة. هذه الكلمات راح تفيدك بكتاب النشاط بعد قليل راح نحل، وكذلك راح تفيدك بالدروس القادمة وبالمراحل القادمة. حاول تحفظ معانيها لأن جدا راح تفيدك بالدروس القادمة. وراها شيء يقول لي read what Richard says about the mall، اقرأ ما قاله ريتشارد عن المول. نعرف كلمة مول معناها مجمع تجاري in England، عن المجمع التجاري في إنجلترا. إذن هذه الشخصية اسمها ريتشارد رايح المجمع التجاري في إنجلترا. What does he like؟ ما الذي أحبه؟ نجي نقرأ النص، نوضح مفرداته، وبعدها راح نعرف شنو المطلوب مني إني أحفظه من هذا النص. يعني هو شو يقول we've got a big mall in Manchester، لدينا مجمع تجاري كبير في مدينة مانشستر. I like going there with my family، أحب الذهاب إلى هناك مع عائلتي. It has lots of good shops. شوف هنا الطلاب، it has يعني معناها فيه أو فيها، هو هنا يحكي عن المجمع، إذن هو فيه الكثير من المحلات الجيدة. I like the sports shops، أحب المحلات الرياضية. And the ones that sell video games، والمحلات التي تبيع ألعاب الفيديو. There are loads of clothes shops، هنالك الكثير من المحلات الملابس. My father likes the electronics shops، أبي يحب محلات الإلكترونيات. He likes buying things for his computer، هو يحب شراء الأشياء لحاسوبه. I like going up and down in the lift، أحب الذهاب أو الصعود للأعلى والنزول إلى الأسفل في المصعد. Because you can see everything، لأنه من خلاله يمكنك أن ترى كل شيء. The mall has lots of restaurants، المجمع أو المجمع التجاري has فيه lots of restaurants، فيه الكثير من المطاعم. There isn't a supermarket، لا يوجد فيه supermarket اللي هو الأسواق. So we can't go food shopping، لذلك لا يمكننا الذهاب للتسوق للأطعمة. There are plants and trees، هنالك plants نباتات، trees أشجار، everywhere في كل مكان. And there is a big car park underground، وكذلك هنالك car park، شنو car park؟ موقف للسيارات underground تحت الأرض. إذن المجمع تحت الأرض، أكو طابق تحت الأرض في مكان للسيارات. بعد it has فيه في هذا المجمع three floors، it has three floors، فيه ثلاث طوابق. Sometimes بعض الأحيان my father can't find his car، أبي لا يمكنه أن يجد سيارته. When we go home، عندما نعود إلى المنزل، لأن أكو ازدحام بالبارك بالمركن مع السيارات، أكو الكثير من السيارات، لذلك بعض الأحيان تجي سيارته. It is very funny، إنه مضحك جدا، هذا الأمر مضحك جدا. هذا مجرد مقطع للقراءة، الأستاذ يقرأ بداخل الصف، يخلي الطلاب يقرؤوا بعده، وببعض المعلومات المهمة هو منطيلي بأسفلها اللي هو موضوع describing places. هذا المقطع النصي ببعض الجمل اللي يوصف بها المكان. describing places معناها وصف الأماكن. شوف هنا إذا لاحظتوا، أنا إيش قلت لك انتبه لي على there are، it has مثلاً، it has معناها فيه، في هذا المجمع shops محلات، there are هنالك loads of clothes shops الكثير من محلات الملابس. أنا من أريد أوصف مكان معين، شنو الطريقة أو القاعدة اللي راح أتبعها على مود أقدر أوصف هذا المكان. هذا يقودنا لموضوع قواعدي، أول موضوع قواعدي راح نشرحه بالثالث متوسط اللي هو موضوع وصف الأماكن، يتكرر الوزاري، من الممكن يجينا بالامتحان الوزاري. لذلك الآن ننتقل لموضوع قواعدي جدا مهم اللي هو موضوع describing places، وصف الأماكن. خليكم ويانا. الآن مع الموضوع القواعد الأول بمنهج الثالث متوسط اللي هو موضوع describing places. describing places معناها وصف الأماكن. شنو الفكره من describing places، او شنو الفكره من موضوع وصف الاماكن؟ لنفترض انه انت دخلت المكان معين ما داخله سابقا، بعد ما دخلت المكان وعرفت شنو مميزات المكان، شنو اللي موجود بالمكان، رجعت زميلك طلب من عندك انك توصف له المكان،
المكان اللي دخلت له. فأنت شلون تقدر توصف هذا المكان لشخص ما باللغة الإنجليزية؟ إحنا عندنا أداتين لوصف الأماكن اللي هن الأداة الأولى there is with there are، والأداة الثانية اللي هي it has. نجي على الأداة الأولى اللي هي خلينا نسميها there. مبدئيا قبل كل شيء there معناها هنالك. لما أقول there is على سبيل المثال a shop، هنالك محل. There is a shop in the mall، هنالك محل في المجمع. أنا بديت أوصف المجمع، إيش قلت؟ قلت للزميلي قلت له هنالك، يوجد هنالك محل في المجمع، بلشت أوصفه. إذا there معناها هنالك، وهذه there يجي وراها أما is أو are. ركزوا وياي، يأتي بعدها أما is أو are. هسا إذا أسأل أي طالب فيكم إيش وقت أخلي الإز وإيش وقت أخلي الآر، مباشرة راح يجاوبني يقول لي الإز للمفرد والآر للجمع. إحنا حافظيها هذه المعلومة من زمان. إذا راح نقسم الموضوع قسمين، هذا الذير الأداة راح أقسمها قسمين. أولا الذير إز، الذير إز شنو قلنا؟ اتفقنا إنه الذير معناها يوجد أو هنالك. هاي الذير إز ويأتي بعدها، احفظ وياي يا طلاب، يأتي بعدها أما أي أو أي أن. إذا أسأل أي طالب فيكم تذكرون بالسادس ابتدائي وبالأول متوسط أخذنا إيش وقت استخدم الأي وإيش وقت استخدم الأي أن. الأي تأتي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف صحيح، والأي أن تأتي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف ألا. هاي المعلومة خلوها ببالكم، إحنا ما حافظيها سابقا لكن خاف ناسيها، أن أنا حافظ أن الأي والأي أن تأتي قبل الاسم المفرد. الأي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف صحيح، والآن قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف ألا. زين أستاذ شنو حروف الألا؟ خاف ناسيها. حروف الألا اللي هي الأي الآي الأو اليو الإي، هذين حروف الألا. زين هسا عرفنا أن الذارز يأتي بعدها أما أي أو أي أن. ثم شنو؟ ثم الاسم المفرد. أنا دا أوصف شنو؟ دا أوصف مثلاً على سبيل المثال، مثل المثال اللي ضربت لكم إياه، there is a shop، هنالك محل. المحل مفرد، فبالتالي أستخدم وياه قاعدة there is. زين هسا نجي نأخذ أمثلة على هذا الكلام اللي قلناه. على سبيل المثال إيش قلت لك؟ قلت لك there is a shop، هنالك محل. على سبيل المثال انت دخلت مكان معين ولقيت فيه سوبر ماركت، او دخلت المجمع ولقيت فيه سوبر ماركت. السوبر ماركت مفرد، فبالتالي اقول عنه there is، او استخدم الاداة there is، فاقول there is زائدا اي لو اي ان. هسا راح اسالك الك استاذ ما اعرف، انا اقول لك السوبر ماركت بدات بشنو؟ بدات بحرف الاس، هذا حرف صحيح لو علة؟ حرف صحيح. إذا حرف صحيح شو أخلي قبله؟ أي، فأقول there is a supermarket، هنالك أسواق أو محل أسواق. مثال آخر إيش قلت لك؟ لنفترض دخلت المجمع ولقيت فيه مكتب استعلامات. مكتب الاستعلامات مفرد، فش أقول؟ أقول there is زائدا أي لو أي أن الانفورميشن ديسك. هذه الانفورميشن ديسك خلي ببالكم شغله، انفورميشن ديسك مكتب الاستعلامات، بدات بحرف صحيح لو حرف الا؟ حرف الا. احنا مش راح اخلي، راح اخلي ان. there is an information desk، هنالك مكتب استعلامات. زين استاذ نقدر نطلع قاعده على هذا الكلام؟ نعم من الممكن الان نستخرج القاعده. بس ايش قلنا؟ قلنا اول شيء نخلي there is، هاي القاعده اللي راح نمشي عليها. There is زائدا يأتي بعدها أما أي أو أي أن. هذه لو أي لو أي أن. إيش قلنا؟ الأي إذا كان الاسم اللي يجي وراها شنو؟ اسم مفرد ويبدأ بحرف صحيح، والأي أن اسم مفرد ويبدأ بحرف ألا. إذن ثم الاسم المفرد، هذا الاسم المفرد، هذا الاسم المفرد إذا بدأ بحرف صحيح أخلي له أي، إذا بدأ بحرف إلا أخلي له أي أن. انتهت القاعدة.
هاي القاعدة بحالة المثبت. شنو يعني أستاذ بحالة المثبت؟ يعني أنا لما أريد أنطي معلومة سألتني قلت لي أوصف لي المجمع، طلبت من عندي إني أوصف لك المجمع، فأنا راح أعطيك معلومة. إيش أقول لك؟ أقول لك there is a shop، هنالك محل. أنطيتك معلومة، لما أنطيك معلومة هذه الجملة اللي أنطيتك إياها هي جملة مثبتة. زين إحنا بعد عندنا شنو؟ جملة منفية. ركزوا وياي يا طلاب، الآن ننتقل للقاعدة المنفية. عند النفي إذا أريد أنفي there is، إيش راح أخلي؟ نضع not when، هاي حفظوا لي إياها، نضع not بعد ال is، بعد الفعل المساعد ال is، فتصبح منفية. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال، طبعا احنا نعرف انه النفي باللغه الانجليزيه اسمه نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ احفظها من هسه. نيجاتيف يعني اذا يطلب من عندي اني انفي الجمله. لنفترض انه بالامتحان جاب لي هاي الجمله، قال لي there is a shop. شنو there is a shop؟ هنالك محل. ايش قال لي بين قوسين؟ قال لي هاي الجمله اريدك نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني انفي لي اياها. استاذ طه ايش قال؟ قال عند النفي نضع نوت على الاز او بعد الاز. there is، ايش راح اخلي ورا الاز؟ نوت. فايش راح يصير عند النفي؟ there is، ايش اخلي ورا الاز؟ نوت، زائدا التكمله. بعد ما عندي شيء فقط اضيف نوت على الفعل المساعد. a shop، there is not a shop او there isn't a shop. طبعا انا اعرف سابقا، ماخذين مراحل سابقه، من الممكن اختصار ال is not ب isn't، اقدر اختصرها اسويها isn't. there isn't a shop، شنو يعني صارت الجمله؟ لا يوجد هنالك محل. اجاني واحد دا يوصف لي المجمع، قال لي there is a shop، هنالك محل. انا رايح لهذا المجمع واريد اسال في كلامه، انا اعرف انه هذا المجمع ما بي شوب، ما بي محل، فايش راح اقول له؟ اقول له there isn't a shop، لا يوجد هنالك محل. زين هسه هاي عليكم. الجمله الثانيه تقدر تنفي لي اياها؟ نعم استاذ. شنو عندنا في شنو نسوي؟ فقط نضيف نوت على ال is. there is a supermarket، ايش راح تصير؟ تصير there isn't a supermarket. شنو يعني؟ لا يوجد هنالك اسواق، محل اسواق. الجمله الثالثه تقدر تنفي لي اياها؟ نعم. شو تقول؟ there is an information desk، ايش راح تصير؟ there isn't an information desk، لا يوجد هنالك مكتب استعلامات. الان عرفت القاعده المثبته وعرفت شلون انفيها. زين استاذ على مود اقدر احفظ، تقدر تعطيني قاعده امشي عليها عند النفي؟ نعم نفس الفكره. قبل شويه القاعده شو تقول؟ تقول there is a او اي ان واسم مفرد. عند النفي ايش راح تصير؟ there is، اخلي لها نوت، اصبحت منفيه. وهمنا اما اي او اي ان زائدا اسم مفرد، اصبحت القاعده منفيه. هسه عرفنا القاعده المثبته والمنفيه مال there is. زين اريد استاذ اريد اسويها قاعده استفهاميه. شنو يعني قاعده استفهاميه؟ يعني اني اريد اسال عن وصف المجمع. اذا اريد اطلب او اذا اريد اسال عن هذا الشيء موجود بالمجمع ولا مو موجود، مثلا اقول هل هذا المجمع فيه محل؟ هل فيه اسواق؟ هل فيه مكتب استعلامات؟ الى اخره. شلون اسوي قاعده استفهاميه وشلون اسوي جمله استفهاميه؟ ركزوا وياي. عند الاستفهام اذا اريد اسوي جمله استفهاميه، شلون اعرف جمله استفهاميه؟ من خلال كلمه question. شنو يعني question؟ يعني سؤال او استفهام. عند الاستفهام نقدم الفعل المساعد is. هذا الاز قبل شويه ايش خلينا؟ خلينا نوت على الاز. هسه ايش راح نسوي؟ هذا الاز نشيله وين نخليه؟ نقدم الفعل المساعد الاز في بدايه الجمله. يعني هسه هذه الجمله there is a shop، هاي جملة مثبتة. لنفترض ما قال لي هالمرة نيجاتيف، قال لي question. شنو يعني question؟ يعني سؤال. يقول لك هاي الجملة اللي بدك تسوي اياها جملة استفهامية. شلون اسويها جملة استفهامية؟
استاذ طاهش قال هذا الشيء نخلي بالبداية. صارت جملة استفهامية. فشلون صار الحل مالتي؟ صار كالتالي: is الآي صارت كابيتال لأن صارت بداية الجملة. is there، شوفوا طلاب there is صارت is there زاد التكملة. إيش بقت عندي بالتكملة؟ a shop. is there a shop؟ ولا تنسون بالقاعدة الاستفهامية لازم تخلي بنهاية الجملة علامة سؤال. المثال الثاني عليكم، هاي الجملة جبت لك إياها وقلت لك بين قوسين question، سوي لي إياها قاعدة استفهامية. تقدر تسويها؟ نعم. الاز شيلها خليها بالبداية. إيش راح تصير؟ راح تصير is there زائدا is there زائدا التكملة a supermarket. is there a supermarket؟ هل هنالك أسواق أو محل أسواق؟ ولا تنسون علامة الاستفهام. الجملة الثالثة تقدر تسوي لها استفهامية؟ نعم. شنو القاعدة الاستفهامية تقول؟ الاز شيلها خليها بالبداية. is there an information desk؟ is there an information desk؟ هل هنالك مكتب استعلامات؟ أصبحت جملة استفهامية. أنا دا أسأل المقابلين: هل هنالك استعلامات؟ هل هنالك محل؟ هل هنالك أسواق؟ إلى آخره. زين الآن أستاذ تقدر تعطينا قاعدة نمشي عليها؟ نعم كالعادة. إذا بسوي قاعدة استفهامية شو تقول؟ تقول is there زائدا، ركزوا وياي، إذا there is صارت is there، هذه there is صارت is there، أي أو أي أن زائدا اسم مفرد، أي أو أي أن زائدا اسم مفرد. ولا تنسون علامة الاستفهام لأن قاعدة استفهامية. الآن عرفنا القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية مال there is. بعد إيش عندنا؟ عندنا there are، وبعد عندنا قاعدة ثانية اللي هي قاعدة it has. خليكم ويانا راح نشرح قاعدة الذراء. الآن مع قاعدة الذراء احنا عرفنا ان there is تستخدم مع المفرد. فلاحظتوا ان information desk المكتب الاستعلامات، المحل الأسواق السوبر ماركت، الشوب اللي هو المحل، هذين كلمات مفردة. وعرفنا ان الكلمات المفردة، احفظوها هاي كلش مهمة، ان الكلمات المفردة يجب ان يأتي قبلها اما اي او اي عن. الاي للمفرد اللي يبدا بحرف صحيح، والان للمفرد اللي يبدا بحرف علل. يعني الاي والان استخدمهن فقط مع المفرد، ما اقدر استخدمهن مع الجمع. فاحنا هسه حاليا ايش راح نشرح؟ راح نشرح there are. احنا اتفقنا ان there is معناها يوجد او هنالك، والthere are معناها هم يوجد او هنالك. لكن there is يوجد او هنالك لكن تستخدم مع المفرد، والthere are يوجد أو هنالك لكن تستخدم مع الجمع. هسه الذارز تذكرون يأتي بعدها أي وأي أن، الذارآ يأتي بعدها، حفظوا وياي، أحد المحددات. شو نستال هاي المحددات؟ المحددات هي كالتالي: أما a lot of أو lots of أو plenty أو some. هذين الكل نسميهن محددات. يأتي بعد there are أحد هذه المحددات، ومن ثم الاسم الجميع. خاف بتعرفون، أكيد الطلاب ثالث متوسط يعرف شنو يعني اسم جمع، لكن خاف ناسي. شنو هو الاسم الجمع؟ الاسم الجمع، الاسم الجمع هو أما اسم يحمل أس، على سبيل المثال book كتاب، هذا مفرد، books كتب، هاي جمع، box صندوق، هذا مفرد، boxes صناديق، هذا جمع. إذن الاسم الجمع إما يحمل أس أو يكون جمع شاذ. استاذ مثل شنو جمع شاذ؟ مثلا على سبيل المثال عندي كلمة مان رجل، هذه مفرد، لما أرد أجمعها ما أقول مانز، هذا خطأ، هذا جمع شاذ. إيش راح أقول؟ راح أقول مان، هذا لازم حافظيها أو حافظيها. على سبيل المثال عندي كلمة child طفل، هذا مفرد، جمعها children أطفال، وهكذا. على سبيل المثال عندي كلمة tooth سن، هذا مفرد، جمعها teeth
أسنان foot قدم هذا مفرد feet أقدام وهكذا بعض الكلمات إحنا ما فيها بدروس سابقة أو بمراحل سابقة وبعض الكلمات جديدة علينا أنت حاول تحفظ إنه ذن الكلمات هي أسماء جمع إما بها أس الجمع إحنا نعرف إنه إذا نريد نجمع الاسم إما نخلي له أس أو بعض الكلمات شاذة مثل ما شرحنا هسا نرجع على موضوعنا الذرات تستخدم مع الجمع اتفقنا ويأتي بعدها أحد المحددات شد من المحددات هاي المحددات عرفناها ومن ثم الاسم الجمع يعني أقدر أستخرج قاعدة نعم تتذكروا قاعدة الدرس لا بأس بالمراجعة نراجعها على مود نحفظها there is احفظ وياي حاول تتذكرها there is زائدا أي أو أي أن زائدا اسم مفرد there are شنو قاعدته there احفظ وياي هذه يجي وراها أي أو أي أن هنا نشيج وراها يأتي بعدها أحد المحددات خلنا نجي نكتبها شنو المحددات مثلا a lot of أو lots of أو plenty of أو some أو many إلى آخره هذين نسميه المحددات زائدة ويأتي بعدها أحد المحددات ومن ثم الاسم الجمع هاي القاعدة شو نسميها؟ نسميها قاعدة المثبت لأن همنا احنا عندنا مثبت ونفي واستفهام زين على سبيل المثال هسه دا أسأل أي طالب من عندكم على سبيل المثال دخلت للمجمع هالمرة ما لقيت محل واحد أو لقيت مكتب استعلامات واحد لقيت مجموعة من المحلات الكثير من المحلات المحلات أصبحت جمع أقدر أستخدم وياها درس؟ لا أستاذ ما أقدر لأن المحلات جمع والدرس أستخدمه ويا المفرد فراح أستخدم وياها درس تقدر تعبر لي عن هذا الكلام بجملة مفيدة؟ نعم أنا حافظ القاعدة شو تقول القاعدة؟ there are هاي there are زائدا أحد المحددات بكيفك هنالك الكثير من المحلات بعض المحلات على سبيل المثال a lot or هنالك الكثير من زائدا اسم الجمع الاسم الجمع شنو كلمة shops المحلات هنالك الكثير من المحلات أضرب لك مثال ثاني دخلت للمجمع ولقيت فيه الكثير من النباتات تقدر تعبرها عن هذا الحدث بجملة؟ نعم شو تقول؟ النباتات جمع تستخدم وياها there are هاي there are زائدا كيفك؟ استخدم أحد المحددات لنفترض some there are some زائد النباتات قبل شوي أخذناها شنو؟ plants there are some plants هنالك بعض النباتات لقيت بالمجمع بعض النباتات وصفت المجمع وصفت هذا المكان اللي أنا زرته باستخدام قاعدة there are زين هسه هذه القاعدة المثبتة تقدر تقول لي شنو القاعدة المنفية؟ نعم استاذ شنو القاعدة المنفية؟ قبل شوية بالنفي سوينا ضفنا نوت على الاز او ضفنا نوت بعد الاز هنا انا شو حنسوي؟ هم راح نضيف نوت بعد من بعد الار اذا عند النفي اذا بدنا في الجملة عند النفي سؤال موجه لكم تعرفون شنو النفي قبل شوية قلنا؟ سمينا نيجاتيف احفظوا هاي الكلمة جدا مهمة نيجاتيف عند النفي او النيجاتيف شو نسوي نضع احفظ وياي نوت نضع نوت على اليمين على الفعل المساعد يعني شنو انا اقصد على يعني بعد الفعل المساعد الار هذا الار ايش اخلي وراء انا اخلي نوت بعد الفعل المساعد ار مع انتبه لي طلاب هاي كلش مهمه الملاحظه مع ملاحظه تحويل المحددات إلى كلمة أني هاي جدا 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 مهمة أغلب الطلاب ينسوها قبل شوية عند الدارس سويت فقط ضفت نوت على الفعل المساعد فقط ضفت نوت على الاس فصارت الجملة منفية هنا أنا مو بس أخلي نوت أخلي نوت بعد الآ وبعد شو أسوي وتحويل مع تحويل المحددات إلى كلمة أني هذن المحددات كلهن أي وحدة صادفني من عندهن أحولها إلى كلمة واحدة اللي هي كلمة أني هاي جدا جدا مهمة ما افتهمت استاذ شون يعني على سبيل المثال قلت لك there are lots أو there are a lot of shops هنالك الكثير من المحلات شو قلت لك بين قوسين قلت لك negative شنو يعني negative يعني نفي
أنا هاي الجملة بدك تنفيني إياها. إيش قال أستاذ طه؟ قال عندنا في نضع نوت بعد الآر. شوفوا طلاب، هاي الذا آر ما سويت شيء لحد الآن. غير آر إيش أخلي وراها؟ أخلي نوت مع ملاحظة تحويل المحددات إلى كلمة أني. فالألوت أوف إيش راح أصير؟ راح أصير أني. شلون عرفت إنه هاي من المحددات؟ أني أعرف إن الألوت أوف هي من المحددات، فالمحددات كلهن تتحول إلى كلمة أني. There are not any زائدا التكملة إيش بقت عندي؟ shops. There aren't any shops. لا يوجد هنالك أي محلات. مثال آخر. There are some plants. هنالك بعض النباتات. أردن فيها. إيش أقول؟ أقول there are زائدا انتبهوا يا طلاب. There are إيش أخلي وراء الآر؟ not. خليت النوت وتحول السم. احنا اتفقنا ان السم من المحددات، تتحول المحددات الى شنو؟ الى كلمة any. There are not any، لا يوجد اي plants نباتات، لا يوجد اي نباتات. اصبحت الجملة منفية. ضروري تحولون المحددات جميعها الى كلمة any. زين استاذ تقدر تنطيني قاعدة امشي عليها بالقاعدة المنفية؟ نعم نفس الطريقة. ايش سوينا؟ There are a lot of أو المحددات زاد اسم جمع. شو راح يصير؟ There are not. هاي there are not زائدا المحددات حولتها إلى شنو؟ إلى كلمة any. هاي كلش أنت بقولها زائدا الاسم يبقى جمع. اسم جمع. ولا تنسون أن تنهون الجملة بنقطة بعدنا بالقاعدة المثبتة والمنفية نقطة. أما بالاستفهامية تتحول إلى علامة استفهام. هسه زين استاذ بالاستفهام شو نسوي؟ هذا السؤال موجه إليك. إذا أبدأ أسوي جملة استفهامية شو نسوي؟ من يتذكر قبل شوي سوينا بالاستفهام؟ شلنا الإز خليناها بداية الجملة. هسه شو راح نسوي؟ نفس الفكرة. ذيك الساعة إز شلناها خليناها بداية الجملة، هسه الآر شلناها نخليها بداية الجملة. فعلى سبيل المثال هم طبعا خلني اكتب الملاحظه عند الاستفهام. عند الاستفهام شلون اعرف استفهام؟ من يذكر الكلمه كلمه question سؤال او استفهام. عند الاستفهام نضع الار بدايه الجمله، هاي اولا. وبعد هم نفس الطريقه مع ملاحظه تحويل المحددات الى كلمه ثانيه. هم مع ملاحظة تحويل المحددات إلى كلمة أني. يعني بالمختصر المفيد المحددات بالمثبت والأني بالنفي والاستفهام. خلوا بالكم أن الأني تستخدم مع القاعدة المنفية والاستفهامية. يعني على سبيل المثال إذا أسأل أي طالب بيكم أو طلبت من عندكم إنه هاي الجملة بدل ما أقول لك نيجاتيف قلت لك question. شنو يعني question؟ يعني سؤال. حول لي هاي الجملة إلى استفهامية. سهلة. هذه الآر أشيلها خليها بالبداية. هذه الآر إنه there are صارت آر there. زائدا هذه من المحددات اللي قلت لكم إيش راح تصير؟ أني. زائدا الاسم الجمع اللي هو شنو؟ shops. Are there any shops؟ وأكيد لا تنسون علامة الاستفهام. المثال الثاني عليكم. There are some plants. سووا لي استفهامية. حاول توقف الفيديو وتحل وتختبر نفسك. الآر شيء خليه بالبداية. هذا الآر. There زائدا. السم من المحددات تتحول إلى شنو؟ تتحول إلى any. ومن ثم الاسم الجمع اللي هو شنو؟ الـ plants. Are there any plants؟ هل هنالك أي نباتات؟ أصبحت جملة وصف استفهامية بقاعدة جمع أو بقاعدة الذراب. الآن أخذنا القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية. طبعاً إذا أرد أقول لك تقدر تسوي لي قاعدة؟ نعم سهلة جداً. القاعدة إذا أسويها بقاعدة الاستفهامية شو تقول؟ نفس الطريقة. There are إيش راح أصير؟ راح أصير are there زائداً any زائداً اسم جمع. ولا تنسون علامة الاستفهام. هذه القاعدة الاستفهامية مارت الذيرار. استخدمنا القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية مارت الذيرز. مثبتة منفية استفهامية مارت الذيرار. الآن ننتقل للصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان
عن هذين الأدات يعني أو عن الذيرز والذيرات. عندنا بعد أداة ثانية اللي هي الإتهاز، نشرحها إن شاء الله بعد ما نتطرق للأمثلة الوزارية للسنوات السابقة والأمثلة اللي ممكن تجينا بالامتحان التحريري. خليكم ويانا الآن مع الصيغ اللي ممكن تجيني بالامتحان الوزاري أو الامتحان الشهري عن هذا الموضوع. طبعاً ملاحظة قبل ما أحل هذا الصيغ، هذا الموضوع موجود بالمنهج القديم وموجود كذلك بالمنهج الجديد بنفس الطريقة وبنفس الآلية وبنفس الملاحظات. لذلك أنا لما أقول لك هذا الموضوع جاي بالامتحان الوزاري بال 2019 بالدور الأول، هذا لأن موجود بالمنهج القديم ولا زال بالمنهج الجديد، لذلك أنا أستعرض الوزاريات للسنوات السابقة عن هذا الموضوع. فقبل ما أبدأ بحل هذه الأمثلة أو الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان، خلينا نراجع مراجعة سريعة. أولاً there is، شنو القاعدة المثبتة؟ حاول توقف الفيديو وتتذكرها. There is زائداً a أو an زائداً اسم مفرد. النفي there isn't زائداً a أو an زائداً اسم مفرد. الاستفهام is there زائداً أي أو أن زائداً اسم مفرد. هذه المثبت والنفي والاستفهام مال الذيرز. زين والذيرار نفس الطريقة، ذير زائداً آر زائداً محددات زائداً اسم جمع. النفي ذير آرنت زائداً المحددات، ايش راح تصير؟ راح تصير أني زائد اسم جمع. الاستفهام are زائدا there زائدا any زائدا اسم جمع، ولا تنسون علامة الاستفهام. كذلك هنا لا تنسون علامة الاستفهام. هسه نجي نحل الصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان. شوفوا طلاب، هذا الموضوع جاي بس مرة واحدة بالامتحان الوزاري. هذا المثال ايش قال لي؟ قال لي there is an escalator in the mall. جاب لي جملة وقال لي بين قوسين question. هسه راح اسالك، بلشنا نسال ال question شنو معناها؟ معناها سؤال. بالسؤال شو نسوي؟ اذا there is اشيل الاز اخليه بالبدايه، واذا there are اشيل الار اخليه بالبدايه، واحول المحددات الى اني. ايش لقيت اني؟ there is القاعده الاستفهاميه مال there is، ايش راح اصير؟ فقط الاز اشيل اخليه بالبدايه يصير is there. ايش صارت؟ هذا الاز اشيل اخليه بالبدايه صارت is. طبعا الاي يصير كابيتال لان بدايه الجمله. is there زائدا اي او اين هو الان حاط لي اياها زائدا escalator اللي هو الاسم المفرد in the mall. والتكمله ولا تنسون بالاخير مو نقطه، بالاخير علامه سؤال. زين سؤال موجه لكم طلاب هنا، ليش خلى ان ما خلى اي؟ قلنا انه الان تستخدم إذا كان الاسم المفرد اللي إجا وراها يبدأ بحرف ألا، الإي حرف ألا، وإذا بدأ بحرف صحيح نخلي أي. فبما أن الإي حرف ألا خليت لها آن. مثال ثاني قال لي Are there forever sweet shops near your house? Some, no a lot of, no any. طلاب بما أني لقيت Are عرفت أن الاسم جمع، الآر تستخدم مع الجمع والاس تستخدم مع المفرد. استاذ بس ما لقيت بي اس الجمع. هذا مو هاي الكلمه سويت شوبس كلها تعتبر اسم جمع، محلات حلويات زين اسم جمع، والار كذلك دليل على الجمع. ايش نستخدم؟ سام لو الوت او لو اني. اوقف استاذ، السام والالوت او والاني كلهم يستخدمان مع اسم الجمع. احنا ايش قلنا؟ قلنا السام من المحددات، الالوت او من المحددات، الاني هي الكلمه اللي تستخدم مع النفي والاستفهام. هذه الجمله شنو؟ جمله استفهاميه. اذا يا هي اللي استخدمها مع الجمله الاستفهاميه الاني، فاقول are there any sweet shops near your house؟ هل هنالك اي محلات حلويات بالقرب من بيتك؟ مثال اخر قال لي there is لو there are a library. هنا أنا قال لي هاي نستخدم لها is لو نستخدمها آر مفرد لو جمع؟ ما أعرف، أروح أشوف اللي وراها. الالايبراري عندي دليل، يعني كلمة library مكتبة هاي مفرد، هذا دليل أول.
والدليل الثاني لقيت أي، قلنا أن الأي والأي أن تستخدم مع المفرد. شنو اللي نستخدمه مع الجمع؟ المحددات والأني، هذا اللي نستخدمه مع الجمع. أما الأي والآن، الأي والآن دائما يستخدمان مع المفرد. إذا من هو اللي أستخدمها مع المفرد؟ There is no there are. أكيد نستخدم there is لأن الاسم مفرد. مثال آخر، There is a clock in the mall. إيش قال لي؟ قال لي نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. هاي الجملة اللي بتنفي لي إياها. شلون أنفي الجملة؟ أضيف not على الفعل المساعد. And it is فعل مساعد. إيش أخلي عليه؟ not. فأقول there is not، وأكمل الجملة، a clock in the mall. أصبحت الجملة منفية. طبعاً أنا لو لاقي واحدة من المحددات بالجمع لازم المحددات تتحول إلى عندي. أنا ما عندي محددات لأن أستخدم لي مع المفرد. مثال آخر، there are some low A low N pens. شوف هنا أنا. أولاً are يعني شنو؟ يعني جمع. ثانياً pens أقلام يعني جمع، بها جمع. إذا ثبت أن هذه الجملة للجمع. زين، يا هي اللي استخدمها للجمع. إحنا اتفقنا أن لا الأي ولا الأي أن أقدر أستخدمها مع الجمع. اتفقنا أن الأي والأي أن تأتي فقط قبل الاسم المفرد. فبالتالي شو راح أستخدم؟ راح أستخدم سم من المحددات وتأتي قبل الاسم الجمع. من المحددات وتأتي قبل الاسم الجمع. هذه محددات وهذا اسم جمع. مثال آخر، there are lots of desks in our class. هنالك الكثير من الرحلات في صفنا. إيش قال لي؟ قال لي question. انتبه لطلاب هنا. شنو يعني question؟ يعني سؤال بالاستفهام أو بالسؤال. شو نسوي؟ نشيل ال r، نخلي بداية الجملة. هاي أولا. والمحددات تتحول إلى كلمة any. فشرح الصيغة. r شيلها خليها بالبداية. هاي ال r والthere. Are there زائد lots of إيش صارت؟ صارت any. Are there any زائد التكملة desks in our class. هل هنالك أي رحلات في صفوفنا؟ تنسون علامة الاستفهام. مثال آخر، there are many escalators in the mall. إيش قال لي؟ قال لي نيجاتيف. أسألك إلك شنو معنى نيجاتيف؟ يعني نفي. بالنفي شو نسوي؟ نجيب نوت ورا الاس والار. هذه الار شو اخلي وراها؟ اخلي نوت. وتتحول المحددات، المني من المحددات تتحول الى اني. فايش راح تصير الجمله؟ there are not، او تقدرون تختصروها تقولون aren't. there aren't المني صارت اني. there aren't any escalator in the mall. لا يوجد هنالك أي سلالم في المجمع. المثال الأخير، there aren't. شوف انتبه انتبه. aren't مختصر مع شنو؟ مع are not. يعني القاعدة منفية. قال لي many لو any restaurant. انتبه وياي. أولا الريستورانت شنو؟ جمع. وال are ويا من استخدمها مع الجمع. إذا لازم نستخدم إما واحدة من المحددات أو أني. أوقف أستاذ، المني من المحددات والأني من تستخدم مع الجمع. بهاي الحالة شو أستخدم؟ شوفوا ليها مثبتة، منفية، استفهامية. أستاذ لقيت بيها نوت. نوت يعني منفية. عند النفي aren't شو أستخدم؟ أقدر أستخدم محددات؟ لا ما أقدر أستخدم محددات. شو أستخدم؟ أستخدم أني. فشنو الكلمة المناسبة للجملة؟ أني. لو كانت الجملة مثبتة كان استخدمت لها many. هذا كل ما يخص الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان. طبعا مثل ما وضحنا انه هذا الموضوع جاي فقط مرة واحدة في 2019 دور اول. اما باقي هذه الانشطة او الامثلة اللي اعطيتكم اياها امثلة من الممكن تجيك بها بالامتحان التحريري الشهري او الامتحان الوزاري. اختيارات يطلب من عندي في الجملة او ان احولها الى جملة استفهامية. حاولوا تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمة جدا بالامتحان التحريري. الان ننتقل للصيغة أو القاعدة الثانية أو الأداة الثانية لموضوع وصف الأماكن اللي هي أداة الإجهاز. خليكم ويانا الآن مع الأداة الثانية والأخيرة من موضوع Describing Places اللي هو وصف الأماكن اللي هي الأداة الإجهاز.
كالعادة الذير احنا اخذناها مع المفرد there is مع المفرد وذير ار مع الجمع it has كذلك اكو بيها مع المفرد واكو بيها مع الجمع فركزوا وياي الأداة الثانية اللي هي it has there is اتفقنا انه معناها يوجد او هنالك احنا اكثر شيء استخدمناها معناها هنالك it has معناها فيه او فيها يعني على سبيل المثال انت دخلت بالمجمع قلت there is a shop هنالك محل اقدر اقول it has a shop فيه محل في المجمع محل هم انا استخدمت اداه ثانيه بوصف هذا المجمع او هذا المكان اللي انا زرته اذا انا استخدم هاي الاداه وهذه اثنيناتهم بنفس المعنى لكن القاعده تختلف it has مع المفرد طبعا مع المفرد هسه راح نجي ناخذها مع المفرد ياتي بعدها نفس الطريقه هم انا اما اي او ان الاي قبل الاسم المفرد الذي يبدا بحرف صحيح والان قبل الاسم المفرد الذي يبدا بحرف ال ومن ثم الاسم المفرد يعني شنو يعني مثلا القاعده اللي ابدا استخرجها شو تقول تقول it has زائدا اما اي او ان زائدا اسم مفرد انتهت القاعدة هاي القاعدة المثبتة الأي والآن أعتمد على الاسم المفرد إذا بدأ بحرف صحيح أخلي أي بدأ بحرف إلا أخلي أي أن مثل ما شرحناها مع الديرز هسا على سبيل المثال إيش قال لي قال لي it has a lift فيه مصعد أنا وصفت المجمع إنه هذا المجمع بي مصعد فيه مصعد الات عايدة عن يمن على الشيء اللي أنا قاعد أوصفه شنو الشيء اللي أنا قاعد أوصفه المجمع لنفترض إني أنا أبغى أوصف هذه الغرفة أقول مثال بها مروحة واحدة أقول it has a fan فيها مروحة هذه الغرفة اللي أنا قاعد بها فيها مروحة واحدة إذن أنا أستخدم الات هاز مع المفرد يأتي بعدها أي وأي أن ومن ثم الاسم المفرد اللي أنا دا أوصفه بهذا المكان زين عند النفي إذا أرد أسألك أنت كطالب بالنفي شو تسوي قبل شوية قلت لي نضيف نوت على الفعل المساعد باوعت هنا أنا ما لقيت فعل مساعد فركز ويا يا طلاب لأن هذا شوية إرادة حفظ عند النفي عند النفي سمينا النفي نيجاتيف أعيد وأكرر كلمة نيجاتيف معناها نفي عند النفي نضع ركزوا يا طلاب doesn't مختصر مال شنو مال does not بعد ال it هذه ال it ايش اخلي وراها هنا اخلي doesn't ونرجع ال has الى have نرجع يعني شنو نرجع استاذ يعني احنا نعرف انه الهاب هو فعل مجرد واذا اريد اخليه لاس الشخص الثالث يصير هاز فلما اخلي داز ارجع الفعل الاصلي الهاز يرجع الاصلي شنو هو اصلا يرجع هاز يعني اذا اريد استخرج قاعده ايش راح تقول القاعده راح تكون كالتالي الات على حاله ما تغير ات ياتي بعدها ايش اخلي doesn't اللي مختصر مع does not وارجع الهاز ايش راح تصير راح تصير have it doesn't have زائدا نفس الطريقة أي وأي أن واسم مفرد أي أو أي أن زائدا اسم مفرد وانتهت القاعدة ما افتهمت استاذ شلون يعني يعني على سبيل المثال طلبت من عندك بالامتحان هذه الجملة وقلت لك بين قوسين نيجاتيف شنو يعني نيجاتيف يعني سوي لي اياها جملة سنية ان انا ماكو ذيرز وذيران لو اكو ذير از او ذير ار الموضوع محلول مجرد اخلي نوت على الاز او اخلي نوت على الار انا ما عندي لا از ولا ار ايش اسوي الات تنزل كما هي احنا قلنا نضع دزنت بعد الات اذا الات انزلها اول شيء ومن ثم اخلي دزنت ومن ثم ات دزنت الهاز ايش راح تصير راح تصير ها احولها او ارجعها الى ها زائد التكملة شنو التكملة؟ A lift it doesn't have a lift
لا يوجد فيه مصعد. هذا المجمع اللي رحتنا ما في مصعد. نفيت المعلومة اللي انطاني اياها. مثال آخر، الجملة الثانية أريدك تسوي لي استفهامية. It has a fan. فيه مروحة أو فيها مروحة. أريد فيها. الـ it تنزل كما هي. هذه الـ it. شو أخلي وراها؟ أخلي وراها doesn't. ومن ثم الـ has. It doesn't. الـ has. شو راح تصير؟ راح تصير have. It doesn't have. زاد التكملة اللي هي a fan. لا يوجد فيها مروحة. أنا قلت لك إن الغرفة بيها مروحة. أنت دخلت ما لقيت مروحة. فراح تنفي كلامي. شو راح تقول؟ It doesn't have a fan. لا يوجد فيها مروحة. هذه القاعدة المثبتة والمنفية. زين، الاستفهامية بنفس الطريقة. عند الاستفهام، عند الاستفهام شو نسوي؟ نضع، ركزوا يا طلاب، نضع does when بداية الجملة. أنا من جيبي أجيب does أخليها بداية الجملة. وكذلك ونرجع الهاز إلى هاب. نرجع مرة ثانية هم من الهاز نرجعها هاب. بمجرد أنه تجي داز عد جملة لازم الفعل ما يحمل أس الشخص الثالث، يرجع لأصلا. فشلون راح تكون القاعدة إذا نسوي قاعدة تكون كالآتي. هسه أخلي داز بالبداية ومن ثم إت والهاز يصير هاب. هذه الداز والإت كما هي والهاز راح تصير ها. does it have زائدا تكملة أي أو أن زائدا اسم مفرد. ولا تنسون علامة السؤال. يعني مثل على سبيل المثال جبت لك هاي الجملة بس هالمرة ما قلت لك نيجاتيف، قلت لك question. شنو يعني question؟ يعني سؤال. شلون أسوي قاعدة استفهامية؟ كالعادة it has أخلي does قبل it. هذه does خليت الداز ومن ثم إت والهاز تصير هاب. إت هاب زائد التكملة. داز إت الهاز صارت هاب والتكملة. ألفت تصير داز إت هاب ألفت. هل هنالك مصعد أو هل فيها مصعد؟ هذا المجمع به مصعد. مثال آخر إت هاز أ فان. هم أنا أسوي لي سؤال كويستشن. المرة قلت لك هذه المرة قلت لك كويستشن. إت هاز أ فان شو نسوي؟ نضع داز بداية الجملة ونرجع الهاز إلى هاب. نضع داز هنا نخلي بداية الجملة والهاز يصير هاب. فش راح يصير؟ does it have اكتبها does it have زائدا ركزوا يا طلاب does it have زائدا التكملة. شنو التكملة؟ fan أو a fan. does it have a fan هل فيها مروحة؟ هاي الغرفة اللي تحكي لي عنها فيها مروحة. هذا ما يخص الاتهاز مع المفرد. زين الاتهاز مع الجمع شو راح يكون الحل مالتي؟ بنفس الطريقه مال الدار. ركزوا يا طلاب هنا أنا اذا اريد استخدم الاتهاز مع الجمع بالدار ايش قلنا؟ دار ار ومن ثم المحددات. هسه نجي الاتهاز ات هاز لكن هالمره شو راح استخدمها مع الجمع؟ ياتي بعدها بنفس الطريقة أحد المحددات. تعرفون المحددات؟ نعم أستاذ أخذناها اللي هي lots of some plenty of إلى آخره أخذناها بداية الدرس. يأتي بعدها أحد المحددات ومن ثم الاسم الجمع. يعني إذا أريد أسوي قاعدة شو راح تكون القاعدة؟ تكون كالتالي. ركزوا يا طلاب it has زائدا ركزوا يا احد المحددات زائدا اسم جمع. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال انا لنفترض دخلت المجمع ولقيت فيه الكثير من النباتات. ايش راح اقول؟ اقول بس هالمره ما بستخدم ديرا بدي استخدم قاعده it has. اقول it has على سبيل المثال some plants هنالك بعض النباتات. أو أقول it has lots of shops فيه الكثير من المحلات. سويت قاعدة مثبتة.
زين هذه القاعدة المثبتة أريد أن فيها هذا الموضوع عليكم أو هاي الملاحظة عليكم بالنفي شو نسوي؟ نضع doesn't وين؟ بعد it إذن it doesn't ونرجع الثاني إلى أصله الهاز الصير هذا وبعد وتتحول المحددات إلى كلمة أني عند النفي أكتب الملاحظة عند النفي شو نسوي؟ نضع doesn't وين أخلي doesn't؟ بعد ال it هذا ال it أخلي وراها doesn't ونرجع ال has إلى have بس هيجي هاي ال has تصير have ومن ثم تتحول المحددات إلى كلمة أو إلى كلمة أني هذين المحددات كلهن تتحول إلى كلمة أني يعني على سبيل المثال لنفترض جاب لي هاي الجملة قال لي بين قوسين نيجاتيف شنو يعني نيجاتيف يعني نفي انفي لي اياها استاذ طه ايش قال عند النفي نضع doesn't بعد الات اخلي ات اخلي وراها doesn't ومن ثم ات ودزنت الهاز ايش راح تصير راح تصير ها هذه ات دزنت ها ومن ثم السم احد المحددات تتحول الى كلمه اني ات دزنت ها اني زائدا الاسم الجمع شنو هو الاسم الجمع بلانتس ات دزنت ها اني بلانتس ما يحتاج نكتب قاعده لان احنا بنطبق بدون قاعده مثال ثاني It has lots of shops. انفي لي اياها ال it انزلها وش اخلي وراها؟ اخلي وراها doesn't وال has ايش راح تصير؟ راح تصير have. It خليت وراها doesn't وال has صارت have والمحددات تتحول الى any. طبعا ال lots of كلها محددات تعتبر من المحددات. احولها الى شنو؟ الى any. It doesn't have any زائدا التكمله ايش بقت عندي؟ shops. It doesn't have any shops. لا يوجد فيها أي محلات أو لا يوجد فيه أي محلات. هذا المجمع إذا رحت له ما في محلات. لنفترض فيه فقط مطاعم. هذا ما يخص القاعدة المنفية. زين أستاذ خلينا نكتب القاعدة على مود نحفظها. شو تقول القاعدة؟ راح تصير القاعدة المنفية طبعاً. الإد تنزل. شو أخلي وراها؟ doesn't. ومن ثم الهاز شو راح تصير؟ راح تصير هاب. ومن ثم أني هذا زائد هاب زائد أني زائدا اسم جمع زائدا التكملة هذه القاعدة المثبتة المنفية عفوا ننتقل إلى القاعدة الاستفهامية أسألكم قبل شوية بالاستفهام سوى خليت داز قبل الات وحولت الهاز إلى هاب نفس الطريقة هم يعني راح أخلي هنا داز والهاز راح أصير هاب والمحددات تتحول إلى أني فالقاعدة إيش راح تكون؟ راح تكون does زائدا it زائدا have زائدا any زائدا اسم جمع ولا تنسون علامة الاستفهام أعيد خاف خلنا نسوي على شكل ملاحظات خاف تفتهموا على شكل قاعدة عند الاستفهام لما إذا سويت جملة استفهامية شلون أعرف استفهامية من خلال كلمة question هذا بسوي استفهامية شو نسوي نضع does when بداية الجملة ونحول الهاز إلى هاب وتتحول المحددات إلى كلمة أني فتصبح القاعدة بهذه الطريقة زين لنفترض أن جبت لك هاي الجملة بس هالمرة ما قلت لك نيجاتيف قلت لك question شنو يعني question؟ يعني سؤال شلون أسوي استفهامية؟ It has some plants بالاستفهام شو أخلي؟ أخلي does بالبداية والhas تتحول إلى have يلا Does it have أكتب Does it have زائدا هاي does خليتها وخليت it والhas حولتها إلى have المحددات تتحول إلى any some إيش راح تصير؟ راح تصير أني زائد الاسم الجمع اللي هو شنو؟ plant. Does it have any plants؟
هل هنالك أي نباتات؟ ولا تنسون علامة الاستفهام. الجملة الثانية: It has lots of shops. هنالك أو فيه الكثير من المحلات. سوي لي استفهامية. أخلي does بالبداية. الهاز يصير have. واللots of تحول إلى أن. Does it have? Does it have? زائدا lots of تتحول إلى أن. هذه تحولناها إلى أن. ومن ثم الاسم الجمع اللي هو شنو؟ الشوبس. Does it have any shops؟ هل هنالك أو هل يوجد في هذا المجمع أي محلات؟ إلى آخر الجملة. هذا كل ما يخص المثبتة والمنفية والاستفهامية مع الإتهاز بالمفرد والجمع. زين أستاذ، شلون تجيني بالامتحان؟ لنفترض أنه إذا رأيت يجيب ليها بالامتحان، سابقاً ما جاها بالامتحان، لكن من الممكن أن يجيب ليها بالامتحان. شنو الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان؟ مثلاً إجلبي قال لي It has lots of shops. في الكثير من المحلات. إيش قال لي بين قوسين؟ قال لي نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. لما أريد أن في جملة أم الإتهاز استطاع إيش قال؟ رجع على الملاحظات. أما على الملاحظة أو على القاعدة. شو تقول بالملاحظة عندنا في الجملة؟ نضع doesn't بعد الإت ونرجع الهاز إلى الهاز. نضع ال doesn't. نخلي doesn't بعد الإت. نرجع الهاز إلى الهاف واللوتس أوف من المحددات تتحول إلى أن. شو راح تصير؟ تصير it doesn't have it doesn't have اللوتس أوف صارت any shops. It doesn't have any shops. لا يوجد فيها أي محلات. مثال آخر لنفترض جابني بالامتحان الوزاري أو الامتحان الشهري، قال لي على سبيل المثال It has a cafe. إيش قال لي بين قوسين؟ قال لي كذلك نيجاتيف، نفي، انفي لي إياها. شلون انفي الجملة؟ بالك وياي. أولاً عند النفي شو نخلي؟ doesn't ورا من؟ ورا الـ it. والـ has نرجعها إلى have. أكو محددات؟ لا ماكو. فش أقول؟ أقول it doesn't have it doesn't have زائدا a cafe التكملة. It doesn't have a cafe. لنفترض ما قال لي نيجاتيف، قال لي question. شنو يعني question؟ سؤال. بالسؤال شنو نسوي؟ من يتذكر عند السؤال نضع does بالبداية والهاز ترجع have. نضع does بالبداية هنا والهاز يصير have. فأقول does it does it الهاز صار have. Does it have أي كافي؟ ولا تنسون علامة الاستفهام. خلينا نسوي هذه جملة استفهامية. هنا أنا نكتبها بأسفل الصفحة. جملة الأولى سوي ليها استفهامية مو منفية. شو نسوي؟ نخلي داز بالبداية والهاز يصير هاب. بعد ما يحتاج النفي الهاز يصير هاب واللوت صار تتحول إلى أني. فش راح يصير؟ does it have does it have زائدا اللوت صارت أني. ومن ثم الاسم الجمع اللي هو الشوبس. ولا تنسون علامة الاستفهام. هذا كل ما يخص الموضوع القواعد الأول اللي هو موضوع describing places. أخذنا الدارس بالمثبت والنفي والاستفهام. أخذنا الدارار بالمثبت والنفي والاستفهام. أخذنا الإتهاز مع المفرد بالمثبت والنفي والاستفهام. أخذنا الإتهاز مع الجمع بالمثبت والنفي والاستفهام. عرفنا شنو المحددات. عرفنا شو وقت نحول المحددات. عرفنا شلون ننفي الجملة، شلون نسويها استفهامية. عرفنا شو وقت نفرق بين الأي والأيان، شو وقت نختار أي، شو وقت نختار أيان. عرفنا الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. الآن ننتقل إلى باقي تمارين الكتاب. خليكم ويانا. بتمرين رقم واحد يقول لي match أو match to make sentences، طابق لعمل جمل. منطيني مجموعة من الجمل، بدايات الجمل والنهايات المناسبة لها. طبعا هذا التمرين متعلق بالموضوع اللي استونا شرحناه اللي هو موضوع وصف الأماكن، بس هالمرة جايب لي على شكل توصيل. قال لي it. الـ it احنا عرفنا ان الـ it يجي وراها اما has او doesn't have اذا بالمثبت او الاستفهام. فيصير يجي وراها have. لا استاذ ميجي، ما اخذنا قاعدة it have. احنا نعرف ان الـ it يجي وراها لازم has او على الاقل does او doesn't. زين، فما اقدر استخدم الـ it have. It has a supermarket.
إذن أكثر خيار مناسب هو الاختيار الثاني. شوف الاختيار الثالث أني اللي تيجي وراها أني؟ لا. اللي تيجي وراها إسكوليتر؟ لا. اللي تيجي وراها واحدة من المحددات؟ كذلك لا. اللي تيجي وراها أي أن؟ كذلك لا. إذن الاختيار الأفضل هو اختيار رقم 2. There is an هنالك وخلالي أن. هنا أنا من قال لي أن عرفت تلقائياً أن الاسم اللي يجي وراها اسم مفرد أولاً، ثانياً يبدأ بحرف علة، فأروح أشوف هذا اسم مفرد يبدأ بحرف علة؟ لا. هذا كذلك لا. هذا كذلك لا. هذا هم أنا اسم مفرد وهم أنا يبدأ بحرف علة. إذن الاختيار الأمثل هو الأربعة. بقول له there is an escalator، هنالك سلم كهربائي. اللي بعدها there isn't، لا يوجد هنالك. بما أنه isn't يعني أروح أدور في شيء مفرد. there isn't، ها بالمناسبة احنا اتفقنا أن الإز والإزنت يأتي بعدها أما أي أو أي أن. فخلنا نجي نشوف، ما لقيت أن أنا أي وأي أن، إذن هذه it hasn't an information desk. إذن الاختيار الأمثل والاختيار الثالث there isn't an information desk، لا يوجد مكتب استعلامات. دا أحلها بالطريقة القواعدية. بعد النقطة الرابعة there are، are يعني شنو؟ يعني جمع، يعني يجي وراها أحد المحددات. أوقف أستاذ، خب ليش ما تقول يجي وراها أني؟ الأني شو وقت أخليها؟ إذا كانت aren't، مو إذا كانت are، aren't يعني منفية. فأروح أشوف اسم جمع أو أشوف واحدة من المحددات. فthere are هاد، لا ما يصير. هاز كذلك ما يصير. أني ما يصير. lots of plants، there are lots of plants، هنالك الكثير من النباتات. فأخلي نقطة خمسة أم بعد هذه. ليش خلينا lots of؟ لأن قلنا أن الآر يأتي بعدها أحد المحددات. هذه lots من المحددات. اللي بعدها there aren't. شوف هنا أنا aren't شنو معناها؟ معناها جميع، وما يجي وراها أحد المحددات، لازم يجي وراها شنو؟ لازم يجي وراها أني. إذن شنو هو الكلمة أو التكملة المناسبة؟ النقطة الثالثة there aren't any cars، لا يوجد هنالك أي سيارات. it doesn't، doesn't يعني لازم شي يجي وراها، يجي وراها هاب. قلنا أنه من يجي does لازم الهاز ترجع هاب. ف it doesn't have a swimming pool، لا يوجد فيها حوض سباحة. إذن من خلال فهمنا لموضوع وصف الأماكن عرفنا نحل هذا السؤال التوصيل. هذا السؤال أو هذا التمرين، ضع الشيء مهم، بعض الشيء مهم يعني قليل، نادراً يجي بالامتحان التحريري أو الامتحان الوزاري. إذا أراد يجيك في السؤال الثالث برا بي على شكل وصل مثل ما هو، وصل بدايات الجمل بالنهايات المناسبة الهم. ننتقل إلى تمرين رقم 2. يقول لي لك هذا فوتوغراف أو لك هذا بيكتشر، انظر إلى الصورة and write 6 sentences about the items in the box below. بقول على هاي الصورة واكتب عن الكلوك، الساعة، escalator، سلم كهربائي، information desk باستخدام there isn't، there is or isn't، there are or aren't. يعني قلت لك أريدك بس تستخدم لي there is or there are، ما أريدك تستخدم لي it has. شون يعني؟ يعني مثلا لنفترض كلمة clock، عرفنا بداية الدرس أن clock معناها ساعة جدارية. بقول لي بالصورة أكو ساعة جدارية؟ دورت، نعم لقيت أكو ساعة جدارية. مبدئياً الساعة مفرد لو جمع؟ مفرد. إذا مفرد أخلي there is لو there are؟ there is. فأقول there is، there is يأتي بعدها شنو؟ أما أي أو أي أن. الكلوك بدأت بحرف صحيح لا حرف إلا؟ حرف صحيح. فأخلي له شنو؟ أي. there is a clock، هنالك ساعة. استاذ لنفترض طلعت على الصورة وما لقيت ساعة، ايش راح استخدم؟ راح تستخدم القاعدة المنفية. هسه راح نجي نشوف اسكليتر. اسكليتر سلم كهربائي. اكو سلم كهربائي؟ هذا مو سلم كهربائي، هذا يسميه ستيرز، درج، مو سلم كهربائي. فبالتالي ما لقيت سلم كهربائي. السلم الكهربائي مفرد لو جمع؟ مفرد. ايش راح اقول؟ اقول there is، لكن انا ما لقيت، اذا انفيها. there isn't أو there is not. الإسكوليتر بدأت بحرف صحيح لا حرف إلا؟ حرف إلا. إذن مش راح أخلي أن زاد الاسم المفرد اللي هو شنو؟ إسكوليتر. there isn't an escalator، لا يوجد أو ليس هنالك سلم كهربائي. مع كذلك مع الانفورميشن ديسك، مكتب الاستعلامات. أكو مكتب استعلامات؟ دورت،
طالعت لقيت أكو مكتب استعلامات؟ لا. إذا ما لقيت، إذا إيش راح أقول؟ لا يوجد هنالك مقادم منفية وكلمة مفردة، فأقول there is not. أخلي أي مرايا ال information desk بدل الحرف إلا. إذا نقول there isn't an information desk، لا يوجد هنالك مكتب استعلامات إلى آخره. إذا أنا أطلع على الكلمات وأشوف الصورة موجودة أخلي there is، بينما أشوف هنا كلمة plans مفرد لجمع جمع، فما راح أستخدم وياها there is، راح أستخدم وياها there are. أكو نباتات؟ نعم أكو نباتات، هاي صورة النباتات. إذا أخسرت مقادير مثبتة شو تقول؟ there are. بكيفك يأتي بعدها أحد المحددات، كيفك تقول some plants many plants lots of plants، كيفك مثلا أقول some plants، هنالك بعض النباتات. استخدمت الآر ليش؟ لأن النباتات اسم جمع. هذا مجرد نشاط صفي، الأستاذ يطلب من الطلاب أن يقول لهم باعوا على الصورة وشوفوا أن الكلمات موجودة بالصورة، عبروا عن هذا الكلام، أما there is أو isn't، there are أو aren't. هذه الحلول أمامكم، حاولوا تنقلوها بالدفتر وتحفظوها. خلينا نخاف يسألكم عليها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي. ننتقل إلى تمرين رقم 3، يقول لي complete the text with the words in the boxes، أكمل النص بكلمات من الصندوق. شوف هنا كلمة eyes، شو معنى eyes؟ معناها عيون. has معناها فيه أو فيها، قبل شوي أخذناها. وتجب معنى لديه أو لديها، اثنينات صحيحات. is هو فعل كينونة ما له معنى محدد. name معناها اسم. young معناها شاب أو صغير بالسن. هسه a فراغ boy is missing، ولد فراغ مفقود، ولد صغير أو ولد شاب. A young boy is missing in the mall. ولد صغير مفقود في المجمع، ضايع في المجمع. He فراغ 6 years old. إذا أسأل شخص عن أو إذا أسألك عن عمر شخص معين، أقول لك مثلاً how old is علي؟ إيش قد عمر علي؟ تقول لي he is 6 years old. إذن هذا عبر عن العمر، أقول he is 6 years old. For his فراغ is جمال. فراغ جمال. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة نيم. اسمه هو جمال. He فراغ short brown hair. هو فراغ شعر بني قصير. شنو كان الناس الفراغ؟ He has لديه شعر بني قصير and brown فراغ وفراغ جوزية. شنو كان الناس الفراغ؟ كلمة eyes وعيون بنية أو عيون جوزية. زين. الآي قلنا ما إلى معنى تأتي قبل الاسم المفرد. الآند معناها هو. الهاز لديه أو لديها، فيه أو فيها. his هذا ضمير تملك، والوارق معناها يرتدي. هسه هم نسقط الكلمات بالفراغات المناسبة. he is wearing هو يرتدي شيرتدي فراغ white t-shirt. a white t-shirt t-shirt أبيض. الأي تأتي قبل الاسم المفرد. and jeans وبنطال. the jeans are very old and فراغ. البنطال جدا قديم. وفراغ t-shirt has Iraq on it. وتيشيرت فراغ علم العراق عليه. شو الكلمة المناسبة للفراغ؟ وتيشيرته his t-shirt has Iraq on it. he is also wearing هو كذلك يرتدي a red baseball cap قبعة baseball. he فراغ white shoes. he has هو لديه حذاء أبيض and blue socks وجواريب زرقاء. هذا ما يخص تمرين رقم 2. هذا التمرين يعني بعض الشيء مهم من الممكن نجيب الجملة من عنده، لكن هو ما جاي سابقا وأغلب الأساتذة ما يركزون عليه، لأن الحلول مالته بسيطة، الكلمات مالته بسيطة، فنادرا يجيب الامتحان التحريري. لكن إذا أراد يجيب من عنده جملة يجيك بالسؤال المخصص للإسقاطات. أما تمرين رقم 4، read the text about a mall and answer the questions. اقرأ هذا النص عن المجمع ثم أجب على الأسئلة التالية. طبعا هذه القطعة قطعة مطلوبة من الامتحان الوزاري، قطعة من قطع الكتاب. طبعا انتم ماخذين بالثاني متوسط، اكو قطع واكو قصص. بالثاني متوسط كان القصص جاد وجوني، اما بالثالث متوسط القصص كل قصة تختلف عن الثانية. الان احنا ما نحكي عن القصص، الان بنحكي عن القطع. هذه اول قطعة مطلوبة من عندك انت كطالب بالامتحان التحريري، اذا سجل عليها، قطعة مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. راح نحلها
نحل مفرداتها، نوضح مفرداتها ونحل الأسئلة المتعلقة بها اللي ممكن تجينا بالامتحان الشهري الشهر الأول أو بامتحان الوزاري بأخير السنة. يقول لي كباهر مول أو جواهر مول is located in إسطنبول. مول جواهر أو مجمع جواهر يقع في إسطنبول تركي في تركيا. And it is one of the largest shopping mall. وهو واحد من أكبر مراكز التسوق in Europe. في أوروبا كلها. It opened in 2005. افتتح تم افتتاحه في عام 2005. And it has more than 400 shops and 6 floors. وفيه أكثر من 400 محل على 6 طوابق. هسه لحد الآن 3 معلومات عرفنا. عرفنا أن هذا جواهر مول يقع في إسطنبول. إذا قال لي where is the جواهر مول؟ أين يقع جواهر مول؟ أقول له in إسطنبول. إذا سألني how many shops are there in جواهر مول؟ كم عدد المحلات في مجمع جواهر؟ تقول له 400. How many floors؟ كم عدد الطوابق؟ 6 floors. However, على أي حال it isn't just a shopping. إنه ليس فقط للتسوق. It has lots of exhibition. فيه الكثير من المعارض الأخرى. Restaurants, المطاعم, cinema, and amusement park for children. ومتنزه ترفيهي للأطفال. And mosque, وجامع. There isn't a bank. لا يوجد فيه مصرف. But there are plenty of cash machines. لكن هنالك الكثير من الصرافات الآلية. يعني هذا المجمع من الممكن أن تستخدم البطاقة مالتك في الشراء من عنده. يعني ما تحتاج مصرف أو ما تحتاج تأخذ فلوس وياك أو فلوس كاش وياك. And all the shops accept cashless payment. وكل المحلات اللي موجودة بهذا المجمع تقبل بطريقة الدفع الآلية أو طريقة الدفع عن طريق الكارد. There aren't any stairs. لا يوجد هنالك أي سلالم in this mall في هذا المجمع. But everyone can access the shops because it is wheelchair friendly and it has lifts and escalators. يقول لك هو ما بي سلم عادي، بي سلالم كهربائية وبي مصاعد يستخدموها الناس للدخول إلى المحلات أو للانتقال بين الطوابق. For more detail للمعلومات أكثر contact the information office. اتصل بمكتب الاستعلامات between 10 AM بين الساعة 10 صباحا and 10 PM والعاشرة مساء. إذا المول مفتح من 10 الصبح للعشرة بالليل. الآن ننتقل للأسئلة المتعلقة بهذه القطعة. Where is the mall؟ سؤال جدا بسيط. أين يقع المجمع؟ يقع في تقول إسطنبول تركي في تركيا تحديدا بمحافظة إسطنبول. When did it open؟ متى تم افتتاحه؟ هنا أنا ما يقول لك ساعة بيش يفتح. متى تم افتتاحه؟ أول مرة افتتحه يا سنة 2005. How many floors does it have؟ كم عدد الطوابق فيه؟ تقول 6 floors. 6 طوابق. Can you pray in the mall؟ شوف هذا السؤال استنتاجي. Pray معناها يصلي. هل يمكنك أن تصلي داخل هذا المجمع؟ ذكرنا أن بالمجمع داخل هذا المجمع أكو ماسك جامع، لذلك هذا الجامع مخصص للصلاة. فأقول له yes. Yes I can. أو yes anyone can. Can I contact the office at 10 AM؟ شوف هنا السؤال. يقول لي هل يمكنني أن أتصل بمكتب الاستعلامات في الساعة 9 صباحا؟ قلنا هم مفتحين من 10 الصبح للعشرة بالليل. ويتصل بالتسعة. إذا أقول له no you can't. كلا لا يمكنك الاتصال في هذا الوقت. هذا كل ما يخص قطعة جواهر المول. هذه القطعة جدا مهمة وهذه الأسئلة أسئلة للحفظ. حاولوا تسجلوها بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا 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 من امتحان التحرير. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أنه درس مطول جدا بموضوع قواعدي اللي هو موضوع وصف الأماكن. هذا الموضوع بعض الشيء مطول لكن هو موضوع قواعدي مهم جدا بامتحان الشهر الأول، امتحان نصف السنة والامتحان الوزاري. خذنا التمارين المتعلقة به، كذلك حلينا الأنشطة الصفية، عرفنا لي كلمات المهمة في كتاب الطالب، كذلك تطرقنا للأسئلة اللي ممكن تجينا بالامتحان الوزاري، وأخذنا القطعة والأسئلة المتعلقة بها. حاولوا تكتبون هالملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأن الدرس القادم بعد من مواضيع أخرى. حاول تنهي هذه المواضيع وياها، يعني تتابع
المحاضرات أول بأول، ما تعبر عن المحاضرة الثانية إلا أنت مفتهم وحافظ كل مفردات كل مواضيع المحاضرة الأولى على مود ما توقع بخطأ أو ما يصير عليك تراكم بالمواد. ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو، أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الصفحات الموجودة في الفيديو في الوصف.